أحبائي، في الختام خليني أقول إن ولادة يسوع المسيح هي سر التجسد. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. حقا إنه سر عظيم، عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ما أعظم أحبائي سر التجسد، سر الفداء العظيم. كل هذا الموضوع والمشروع اللي في فكر الله هو حتى يكون المسيح الفادي والمخلص. فلماذا تجسد المسيح؟ تجسد المسيح لكي يكفر عن خطايانا، لكي يحررنا من الخطية، لكي يدمر مملكة الشيطان، لكي يقودنا إلى الله، لكي يفتح السماء لنا، لكي يعلن محبة الآب، لكي يشهد للحق، لكي يكون لنا الدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح. فجاء المسيح حتى يعمل فداء كامل، فداء عظيم، وهذا كله ابتدأ من الولادة حتى الصلب والقيامة وصعوده إلى السماء. وموجود في السماء هو موضوع العبادة، بيتكلم عنه عن الخروف المذبوح. فهو موضوع العبادة على الأرض وموضوع العبادة في السماء. قال يسوع المسيح: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، الكائن الذي كان، الذي يأتي، القادر على كل شيء. إنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم، إنه المخلص الوحيد، إنه الفادي، إنه المحب. حتى أنت وأنا، هذا المسيح الذي ولد في بيت لحم يولد في قلوبنا بالروح القدس حتى نتوجه ربا ومخلصا على حياتنا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. I think the most important question that both narratives in the Gospel of Matthew and the Gospel of Luke want to clarify and answer is that Jesus is fully God and fully man. He is extraordinary in all of human history. There has not been another like him, and that in him God is breaking forth in history to bring salvation to all mankind.